جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير رنا. مساء النور سمر. تفضلي، يعطيك العافية. ما بعرف كيف صار الجو الاقتصادي مع الحاكم الجديد ومع مواقفه الصلبة على ما يبدو. نشيط هذا الحاكم الجديد اليوم. بالعادة ببلشوا هيك، إن شاء الله إن شاء الله يكملوا. إن شاء الله يرجعوا يرتخوا ركابه. صحيح. رح نشوف سوا. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه بعدما انتهت الوزارة من إجراء التعديلات كافة التي أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، أرسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومن السعودية، حيث يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية، أكد أن عجز الموازنة لن يختفي وعلى الحكومة إيجاد سبل ووسائل لتغطيته. فما هي هذه الوسائل؟ دور مصرف لبنان منه بالحالة يكفي يمول الدولة. الدولة لازم يكون عندها موارد ذاتية نتيجة فرض مش بس رسوم وضرائب، لكن أيضا امتيازات وإشغال على الأملاك اللي محتلين الغير، وحسن إدارة أصولها وعقاراتها ومملوكاتها. كل هذه الأمور لازم تحسن الدولة إن هي تجيب من وراهم إيرادات وما تتكل على أموال الناس. الضرائب والرسوم التي ستفرض في موازنتي 2023 و2024 بحجة تمويل القطاع العام وتأمين الإيرادات للخزينة، خصوصا مع إصرار المركزي على وقف التمويل بالليرة والدولار، لن تنجح على الأرجح في إعادة المعلمين إلى صفوفهم هذا العام. ففي حين يطالبون بتقاضي 600 دولار من الدولة و275 دولارا من المساعدات، تعجز وزارة التربية عن تسييل سلفة 150 مليون دولار التي وعدت بها، كما أن مستحقات الأعوام الماضية للأساتذة المتعاقدين لم تسدد بعد رغم كل الوعود. لحد اليوم 3000 استاذ متعاقد ما حصلوا على حوافز ال 90 دولار عن 3 أشهر، ولليوم وزير التربيه عباس الحلبي بغض النظر وبقول اخطاء بالسيستم، والبنك الدولي ايضا بغض النظر وما بيتابع توصل الحقوق لاصحابها. والعام الدراسي الماضي رغم الصراعات اللي صارت والاضرابات تامنت موارد، ولحد اليوم انتهى العام الدراسي اساتذه متعاقدين بعد ما قبضوا مستحقات الفصل الثالث، اساتذه اجرائي ما قبضوا مستحقات الفصل الثاني والثالث، اما بدل النقل فهو بعد ما وصل لشريحه كبيره من المتعاقدين. بالتالي نحن أمام ضبابية من وين حتتأمن الموارد المالية لانطلاق العام الدراسي. تعهد زعماء إسرائيل واليونان وقبرص بتعميق تعاونهم في مجال الطاقة واستكشاف سبل توصيل غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، فضلا عن ربط شبكات الكهرباء. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى بفارغ الصبر لأن تكون جزءا من خط الربط الكهربائي تحت البحر، وهو مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأسيوي. ومن المتوقع أن ينقل الكابل البحري المدعوم من الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 2000 ميجاوات من الكهرباء لربط الشبكات من إسرائيل وقبرص باليونان في نهاية المطاف. وأضاف: نود أن يكون هناك ربط واضح مع إسرائيل وربما ما هو أبعد منها إلى الشرق. وفي وقت سابق من هذا العام اقترحت قبرص تسريع وصول الغاز إلى السوق من خلال إنشاء خط أنابيب قصير يربط حقول الغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط بمنشأة تسييل في قبرص، ليمكن بعد ذلك شحنه إلى أوروبا. وهذه كانت أخبارنا الاقتصادية لليوم سمر. شكرا رنا.